تحت رعاية الشيخ سعيد بن سكر القاسمي ننقل لكم مشاركة أجمل مكان مدينة الشارقة للواجهات المائية في اليوم الأول من معرض الاستثمار العقاري في خرفكة، والذي يعد من أهم المعارض في المنطقة الشرقية بسبب العدد الكبير من السكان الذي يتطلعون إلى الاستثمار في العقار. ولقد نال المشروع اهتمام مجموعات كبيرة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث لاقى جناح المشروع ضمن المعرض إقبال شديد من الزائرين للتعرف على المشروع ومواصفاته، بالإضافة لمجموعة مدروسة من العروض التي تناسب احتياجات السوق وطلبات المهتمين.